الآلاف من الصحراويين المتطوعين يلتحقون بثكنات التجنيد، هدفهم الكفاح لنيل الاستقلال. العدوان المغربي على الصحراويين بمنطقة القرقرات جعل شبابا من مختلف الأعمار يسجلون أنفسهم للتدريبات العسكرية. هذا الشباب أعطى اليوم كلمته، وكلمته كانت واضحة أنه لن يغدى ولن يقبل دون الاستقلال، دون حق الشعب الصحراوي في تغليظ مصيره. مبارك شاب صحراوي يلتحق بالثكنة لأول مرة، معتقدا أنه حان الوقت للدفاع عن حق الوجود وتقرير المصير أكثر من أي وقت مضى. نحن جايين تلبية لنداء الوطن، جايين نحاربوا من أجل ترابنا. نحن جايين اليوم وجاوا أخوتنا سابقنا، والباقي جاي والأخوان جايين من كل بقاع الأرض باش نحرر وطننا، وهذا هو الهدف نتاعنا، والميدان هو الحكم. مبارك وغيره من الشباب الصحراوي وبعد 45 سنة من الاحتلال المغربي لا شعار يعلو عندهم فوق شعار تحقيق الاستقلال وتحرير آخر مستعمرة بإفريقيا.